بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: الفاتحة سبع آيات، كما قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع آيات، ثلاث في أولها ونصف آية من وسطها، هذه ثناء على الله سبحانه وتعالى، تمجيد له، فهي لله جل وعلا حمدا وثناء وتمجيدا. وثلاث آيات، وهذا إلى قوله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد، هذا لله سبحانه وتعالى. وثلاث ونصف للعبد، يسأل بها ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وذلك من قوله: وإياك نستعين، إلى آخر السورة. سؤال يسأل به العبد ربه حاجته إلى الهداية والتثبيت على الحق، وأن يجعله مع الذين أنعم عليهم، ويبعده عن الذين غضب عليهم وعن الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما المغضوب عليهم فهم اليهود، وكل من سار على نهجهم من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم. فاليهود عندهم علم لكن لا يعملون بعلمهم، وكل عالم تعلم العلم ولم يعمل به فهو على صراط اليهود المغضوب عليه، لأنهم عصوا الله على بصيرة وعن عناد. والضالون هم النصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل، ليس عندهم علم. النصارى ليس عندهم علم، هم يعملون على جهل وضلال، ولذلك عندهم البدع والخرافات الجهالات والضلالات، كلها في دين النصارى. وكذلك من سار على نهجهم من هذه الأمة ممن يعمل على جهل وضلال ولا يعمل بعلم ولا يتعلم العلم، من الصوفية وغيرهم الذين يزهدون في طلب العلم
يقولون للناس اشتغلوا بالعمل واتركوا العلم، لأن العلم يعوقكم عن العمل، هذا ضلال والعياذ بالله. والضال هو الذي يسير على غير طريق، فهم على غير طريق علمي. فكل من سار على هذا المنهج فهو على طريق النصارى الضالين. وفي الحديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ولهذا قال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وهذا واقع وهو مطابق لهذه السورة. فيجب على المسلم أن يعتني بطلب العلم من مصادره وعلى علمائه وحملته، يتلقاه عنهم، وعليه أن يعمل بعلمه حتى يكون حجة له لا عليه، وأن يترك البدع والخرافات والمحدثات وما عليه الصوفية والقبورية والمبتدعة، تجنب هذا، لأن هذا طريق أهل النار، طريق النصارى الضالون والعياذ بالله. هذه مهمة جدا، وأنت تقرأ هذه السورة في كل ركعة من صلاتك فتأملها، تأمل ما تدل عليه، تعلم تفسيرها حتى تعمل بها وتقرأها على علم واعتقاد، حتى يستجاب دعاؤك في هذه السورة. نعم. فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد لله رب العالمين. شرع الآن الشيخ رحمه الله في تفسير هذه السورة. أولها الحمد، الحمد لله. أول آية في المصحف الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في المصحف الشريف، الحمد لله رب العالمين. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله ويثنى عليه بها. نعم. فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الفعل، فذلك من نوع الشكر. الشكر عندنا الحمد والشكر، بينهما فرق. فالحمد هو الثناء على المحمود، وأما الشكر فهو الثناء على المنعم والمحسن، فالشكر في مقابل الإحسان والإنعام، وأما الحمد فهو أعم، فالله يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فالحمد أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على الأفعال فقط، على الإحسان والإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. نعم. وقوله على الجميل الاختياري، أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري،
الذي يفعله الإنسان بإرادته وقصده، يحمد على ذلك. أما الجميل الذي ليس باختيار العبد فهذا يسمى مدحا لا حمدا، إذا أثني عليه بجماله، جمال صورته، اعتدال قامته، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، لأنه ليس له اختيار في هذا الشيء وليس هو من عمله. نعم. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، لأنه ليس من اختياره وفعله، إنما هو من فعل الله به. نعم. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا على الحامد أو لم يكن، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن. نعم. فالحمد والثناء على المنعم، على الثناء على المنعم، سواء كان هذا الإنعام عاما للناس أو هو خاص بشخص دون آخر. نعم. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. نعم. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر. نعم. لأن الحمد يكون على الأفعال الاختيارية ويكون على الأفعال التي لا اختيار للعبد فيها، فهو أعم. أما الشكر فلا يكون إلا على شيء فعله الإنسان باختياره، يحسن ويتصدق ويعطي باختياره فيشكر على ذلك. الشكر يكون بالقول باللسان ويكون بالقلب والاعتراف ويكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالعمل يكون شكرا، عمل الصالح يكون فيه شكر. فمن هذا الوجه يكون الشكر أعم من الحمد. ولهذا قال العلماء بين الحمد والشكر عموم وخصوص مطلق، اجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. نعم. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، على المحاسن وهي الجمال، وعلى الإحسان المتعدي إلى الناس. نعم. فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. نعم. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال الله جل وعلا ذكر الحمد في مواضع على أفعال كثيرة له سبحانه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، جعل الظلمات والنور، فهو يحمد على هذا الخلق العظيم، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يحمد على هذا سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يحمد على إنزاله الكتاب الذي فيه هداية الناس وتوجيه الناس إلى الخير ونهيهم عن الشر، يحمد على ذلك. يحمد على جزائه للمحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بدأ الخلق بالحمد وختمه بالحمد. الله يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله العظيمة. نعم. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض،
وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، فله الحمد دائما وأبدا. نعم. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. نعم. لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. الحمد يكون باللسان، أما بنعمة ربك فحدث، فلا بد أن تذكر النعمة بلسانك، تحدث بها وتشكر الله عليها باللسان، وكذلك بالقلب أن تعترف أنها من الله لا بحولك ولا بقوتك، الاعتراف بها باطنا. الثالث أن تستعين بها على طاعة الله عز وجل، تصرفها في طاعة مسديها ومليها، ولا تستعين بالنعم على المعاصي، هذا كفر للنعمة. تستعين بها على طاعة الله هذا شكر لها، تستعين بها على المعاصي هذا كفر للنعمة والعياذ بالله. ولذلك قالوا أركان الشكر ثلاثة لا بد منها، اختل واحد منها لم يكن شكرا. الركن الأول الاعتراف باللسان والثناء على الله بها باللسان، الركن الثاني الاعتراف بها في القلب والإقرار بها، والركن الثالث العمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. فالله أنعم عليك لتعبده ولتشكره، لم ينعم عليك لأجل أن تتكبر وتبطر وتفسد في الأرض. نعم. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. الحمد يكون باللسان والقلب فقط، لا يكون بالعمل، خلاف الشكر فإنه يكون بالثلاثة، بالقلب وباللسان وبالعمل، فالشكر من هذا الوجه أعم من الحمد. نعم. والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. الحمد لله، الحمد هذه لام التعريف، وهي للاستغراق أي الاستكمال، كل المحامد كلها لله جل وعلا، فالحمد كله لله. وأما المخلوق فإنه يحمد على قدر إنعامه وإحسانه، أما الحمد المطلق على كل حال فهو إنما يكون لله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فهو إنما يحمد على صنيعه الطيب فقط، على صنيعه الطيب يحمد عليه حمد جزئي، أما الحمد الكلي على كل شيء فهو لله جل وعلا. ولذلك قال الحمد لله أي لا لغيره، أي الحمد كله لله سبحانه وتعالى. نعم. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرزاق وغير ذلك فواضح. نعم، هذا لا يكون إلا لله، فالله يحمد على أفعاله ويحمد على أسمائه وصفاته ويحمد لذاته جل وعلا، أما المخلوق إنما يحمد على فعل الخير فقط، على الصنيع الطيب فقط. نعم. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك فهذا كله لله أيضا. كله هو يحمد المخلوق على قدر إحسانه وصنيعه الطيب، لكن يرجع الحمد في ذلك لله، لأن الله هو الذي رزق هذا المخلوق وأقدره على هذا العمل الطيب،
فيرجع الحمد أصله لله سبحانه وتعالى كله. نعم. والمخلوق لا يحمد على خلق السماوات وعلى خلق الأرض وعلى تسخير الرياح وعلى إنزال المطر، هذا إنما يكون لله، يحمد الله على ذلك. أما المخلوق فإنما يحمد على ما يقدر عليه ويفعله باختياره من الإحسان. نعم. هذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من إفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. حتى المخلوق الذي يحسن إلى الناس ويحمد على إحسانه هذا يرجع إلى الله جل وعلا، لأن الله هو الذي خلق هذا المخلوق وأعطاه القدرة ومكنه من الإحسان، فالحمد يرجع إلى الله جل وعلا كله. نعم. وأما قوله لله رب العالمين، فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى. الله من أسماء الله سبحانه وتعالى علم، علم عليه، والاسم يسمى علما لأنه علامة على الشخص أو على المسمى يميزه عن غيره، فالله هذا خاص بالرب سبحانه لا يسمى به غيره، ولذلك لا يتسمى أحد من الخلق بأنه الله. فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، ولم يقل أنا الله، ما يقدر يقول هذا. النمرود ما قال أنا الله، قال أنا ربكم. فالله الاسم هذا خاص بالله سبحانه وتعالى لا يتسمى به غيره، ومعناه المألوه، الله أي المألوه المعبود، لأن الأله العبادة، فالله بمعنى معبود. نعم. ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل معنى ذلك أن الله بذاته في الأرض مختلط بالخلق؟ لا، هذا معنى باطل. الله جل وعلا في السماء في العلو فوق العرش، وإنما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. معبود في السماوات تعبده الملائكة الكرام، وفي الأرض يعبده المسلمون من بني آدم ومن الجن والإنس. فالله في السماء وفي الأرض يعني الله هو المعبود في السماء وفي الأرض. وهو الذي في السماء إله، شوف في آية وهو الله في السماوات وفي الأرض، في آية أخرى وهو الذي في السماء إله، ما قال في السماء الله في الأرض الله، قال في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما سوى الله فهو عبد مخلوق، والله هو الخالق وهو الرب سبحانه وتعالى، فكل من في السماوات ومن في الأرض عبيده، منهم عبيده الذين أطاعوه وعبدوه، ومنهم عبيده الكفار والشياطين والمردة، هم عبيده أيضا من ناحية أنه متصرف فيهم وأنه مالكهم وخالقهم سبحانه وتعالى.
فالعبودية على قسمين، عبودية اضطرارية، وهذه عامة للمؤمن والكافر، كلهم عبيده لا يخرجون عن عبوديته، وعبادة اختياري، عبودية اختيارية، وهي التي تكون للمؤمنين الذين يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهم كلهم عبيده اختياراً واضطراراً. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً، أما أولئك الكفار فيجعل الله لهم النار والعياذ بالله. كلهم عبيده، لكن عبيد مطيعون وعبيد عاصون. نعم. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف. الرب معناه المالك، فمعناه المالك، والرب بالإطلاق لا يكون إلا لله. أما رب كذا، رب الدار، رب السيارة، الرب المقيد، هذا يكون للمخلوق، ربوبية مقيدة خاصة. أما الرب المطلق المالك لكل شيء فهو الله جل وعلا. وكذلك من معاني الرب المربي والمنعم، من معاني الرب المربي والمنعم بنعمه، يربي عباده بنعمه سبحانه وتعالى ويغذيهم بها، فهو مالك وهو مربي بالنعم وخالق متصرف سبحانه وتعالى. نعم. وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى. العالمين جمع عالم، جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم. والعوالم تختلف، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الدواب، عالم الطيور، عوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، في السماء والأرض والبحار لا يعلمها إلا الله، عوالم ربها كلها هو الله جل وعلا، مالكها وخالقها و مربيها ومصرفها. نعم. فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه فقير محتاج. نعم، كل ما سوى الله فهو عالم مخلوق مملوك لله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله، محتاج إلى الله، ولولا إمداد الله له بالنعم لهلك، فهو الذي يغذي هذه المخلوقات كلها ويعطيها ما يقيمها، كبيرها وصغيرها، الفيل والجمل والسبع والذرة والنملة وأضعف شيء، كله الله هو الذي خلقه وهو الذي يصرفه وهو الذي يغذيه ويربيه بنعمه، كل له رزقه الذي يعيش به، فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك. كل العوالم باختلافها صامدة يعني قاصدة، الصمود هو القصد، قاصدة لله سبحانه وتعالى في حوائجها وفي عبادتها ودعائها، كلها متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى البهائم وحتى سائر المخلوقات تتجه إلى الله بفطرتها. نعم. وتعرف ربها. نعم. وهو الغني الصمد. وهو الغني الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق يعني تقصده بحوائجها، وهو الصمد الغني عما سواه، وسوى ما سواه محتاج إليه. نعم. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، قراءات، لكن المشهورة مالك يوم الدين. الله جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، فلماذا خصص يوم الدين؟ وما هو يوم الدين؟ يوم الدين هو يوم الحساب، والدين معناه الحساب، الدين معناه الحساب، والحساب في الآخرة، والدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فيحاسبهم ويجازيهم سبحانه في ذلك اليوم. خص ذلك اليوم بأنه مالك يوم الدين لأنه لا أحد له ملك، الملك لله عز وجل. إذا قامت الساعة وانتهت الدنيا لمن الملك اليوم؟ يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، ألا أحد يعترض على هذا. أما في الدنيا هناك ملوك وهناك ملاك وهناك، لكنه مؤقت ومستعار أيضا. أما في الآخرة ليس هناك مالك إلا الله جل وعلا. نعم. وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. نعم. فذكر في أول هذه السورة التي في أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. تنبهوا، هذا شيء مهم جدا. الله جل وعلا ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في أول سورة الفاتحة التي هي أول سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. ومن هنا قال العلماء التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا مذكور في أول الفاتحة، كما أنه مذكور في آخر سورة في المصحف، وهي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. رب الناس هذا توحيد الربوبية، ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هذا توحيد الألوهية. بل إنه ذكر الأنواع الثلاثة في آية واحدة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. فأين الذين يقولون إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم باطل ولا دليل عليه؟ أين هم من هذه الآيات؟ نعم. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، نعم، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، نعم، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن، نعم. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع، نعم، يعتني بهذا الموضع بالتوحيد بأقسامه الثلاثة، لأن هناك من يعترف بتوحيد الربوبية وينكر توحيد الألوهية، فيعبد مع الله غيره ويدعو مع الله غيره، وهم المشركون في كل زمان ومكان. فهؤلاء يعترفون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية، وهناك قوم يعترفون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لكنهم ينكرون الأسماء
والصفات، وهم الجهمية والمعتزلة وبعض والأشاعرة والماتريدية، كل من يؤول الأسماء والصفات، هؤلاء يجحدون النوع الثالث وهو الأسماء والصفات ويؤولونها. نعم. ويبذل جهده في البحث عنه. نعم، تأمل أن الله ذكر ذلك في أول القرآن وذكره في آخر القرآن في موضعين لتعرف قيمة التوحيد وقيمة وتعرف أنواع التوحيد فتقر وتعترف بكل واحد منها. نعم. ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها. نعم، الله جمع هذه الأنواع الثلاثة في أول القرآن وفي آخر القرآن لحاجة الناس إلى معرفتها. وهل هناك شيء الناس أحوج إليه مثل التوحيد؟ أبدا، لأن التوحيد هو أساس الدين وهو أساس الملة، فبدون التوحيد ليس هناك دين، ليس هناك دين بدون التوحيد. والتوحيد هو هذا، توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله ما أثبته أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو التوحيد الذي أنت بحاجة إليه أحوج من الطعام والشراب والهوى، لأنه بدون التوحيد لا قيمة للحياة ولا قيمة للدنيا والآخرة. بدون التوحيد وتحقيقه والعمل به ومعرفته ودراسته والعناية به قبل كل شيء. نعم. ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. نعم. فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى. نعم، أسماء الله وصفاته لها معاني، ليست بمعنى واحد مترادفة، لا، كل اسم له معنى وكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى. فمعنى الرحمة غير الإنعام، اليد صفة لها معنى غير صفة الوجه، وهكذا كل صفة لها معنى مستقل عن المعنى الآخر. نعم. كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. هذا بالمخلوق، الرسول صلى الله عليه وسلم له أوصاف ذكرها الله بالقرآن، فهو خاتم النبيين وهو أفضل المرسلين، وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة للعالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فكل صفة لهذا الرسول لها معنى غير معنى الصفة الأخرى. إذا كان هذا في المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، كل صفة لله لها معنى خاص، وكل اسم لله له معنى خاص. نعم. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. إذا عرفت الله وأنه المعبود ونفذت هذا فعملت به، فذبحت لله ونذرت لله وسجدت لله وصليت لله وعبدت الله بأنواع العبادة، هذا هو المطلوب منك. أما إذا عرفت الله وأنه هو المعبود لكن عبدت معه غيره، ذبحت لغيره، نذرت لغيره، دعوت غيره واستغثت بغيره من الأموات، فإنك قد أشركت بالله سبحانه وتعالى، ولم تعمل بما عرفت وما علمت من أنه هو المعبود سبحانه دون غيره.
نعم. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. نعم، لأن الإله هو المعبود، فمن عبد أي مخلوق فإنه زعم أنه هو الله، لأن الإله هو المعبود، فمنحه صفة الألوهية، منحه صفة الألوهية. وإن كان يقول ما فيه إله إلا الله، لكن كونه يعبد غير الله هذا اعتراف منه بأن هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى، شاء أم أبى. نعم. فمن عرف أنه قد جعل شمسانا أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. تاج وشمسان، هؤلاء شخصان في العارض، في بلاد العارض، في قرية كانت تسمى معتال جنوبي الرياض، كان فيها تصوف قبل دعوة الشيخ، فيها ناس من أهل وحدة الوجود، من أهل وحدة الوجود صوفية، منهم هذين الشخصين تاج وشمسان، وكان الناس يعظمونهم على أنهم أولياء بزعمهم من أولياء الله، كانوا يعظمونهم ويتقربون إليهم بأنواع القربات، كما يتقرب الآن عباد القبور للموتى بأنواع القربات. هذا كان موجود في نفس الرياض، فلما جاء الله بالخير وجاء بدعوة الشيخ محى الله هذا منها وأزاله، ولم يبقى إلا ذكره في التاريخ والحمد لله. لكن الحاصل أن من عرف أن الله هو المعبود ثم عبد تاجا أو شمسان أو غيرهما فإنه قد زعم أن هناك الله آخر غير الله الخالق الرازق المدبر، زعم آلهة متعددة، نسأل الله العافية، منحها صفة الألوهية. نعم. وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شيء حصل لبني إسرائيل، اتخاذ آلهة مع الله حصل لبني إسرائيل، مع أنهم مع موسى عليه السلام، لما وعد الله موسى 40 ليلة أن يكلمه على رأسها ويعطيه التوراة، ذهب موسى لموعد الله له وترك بني إسرائيل، واستخلف عليهم أخاه هارون عليه السلام، فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ذهب موسى عليه السلام إلى موعد ربه، عند ذلك ظهر رجل في بني إسرائيل يقال له السامري، يقال له السامري، وكان مع بني إسرائيل حلي من الذهب استعاروه من آل فرعون قبل أن يغرقوا وحملوه معهم، ولما غرق آل فرعون بنو إسرائيل استشكلوا ماذا يعملون بهذا الذهب، حملنا أوزارا من زينة القوم، فجاءهم هذا الخبيث وأخذ الذهب منهم وصهره بالنار وكون منه تمثالا على صورة عجل مجوف تدخل الهواء من جانب وتخرج من جانب فيحصل فيه صوت له خوار من الهواء، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، راح يقول ربي هناك وراح لموعده وهو موجود معكم، هذا إلهكم وإله موسى الذي ذهب إليه، فنسي موسى عليه السلام وراح، هكذا قال لهم الخبيث، فعبدوا العجل
عبدوا العجل، ورجع موسى كما ذكر الله غضبان أسفا، وحصل منه من الغضب والانتقام ما حصل. ثم إن بني إسرائيل هدأوا وتابوا إلى الله وعرفوا أنهم أخطأوا، ولما سقط في أيديهم، يعني ندموا، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أتابوا وعاقب الله هذا السامري، وقال الله جل وعلا: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وبهذا انتهت القضية. الشاهد من هذا أنه حصل لبني إسرائيل أنهم عبدوا غير الله وجعلوه إلها مع الله، هذا إلهكم وإله موسى. إذن من عبد شيئا فقد جعله إلها، من الجن، من الإنس، من القبور، من الأشجار والأحجار، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها مع الله سبحانه وتعالى. وإن كان يزعم أنه ليس بإله وإنما هو واسطة وشافع وما أشبه ذلك من خرافاته. نعم. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف. نعم، رب العالمين، الرب المالك، هذا من معاني الرب. المتصرف والمدبر، هذا من معاني الرب. المربي والمنعم، هذا من معاني الرب. نعم. والله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه. نعم. وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، يعني توحيد الربوبية حق. نعم. ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي، لأن عباد الأصنام أقروا به كما ذكر الله عنهم، ولكنهم أشركوا بالله في الألوهية فأنكروا توحيد الألوهية، ولذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وهم يقولون الله هو الرب. ما أنكروا الربوبية، إنما أنكروا الألوهية، وزعموا أن هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار أنها تنفع وتضر وأنها تستحق العبادة. نعم. كما ذكر الله تعالى عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اعترفوا بهذه الأمور وأنه لا يقدر عليها إلا الله. أفلا تتقون الله تخلصون له العبادة، لأنكم اعترفتم أنه هو الرب وأنه هو المتصرف والرازق والمحيي والمميت، فلماذا تعبدون غيره وأنتم تعترفون له بالربوبية؟ نعم. فدل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، وإن كان علماء الكلام عندهم أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فالتوحيد عندهم أن تعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط، فإذا اعترفت بذلك فأنت موحد ومؤمن، هكذا يقولون. عقائدهم مبنية على إثبات توحيد الربوبية، مع أن توحيد الربوبية ما أنكره أحد حتى يحتاج إلى إثبات، لكنهم لم يعتنوا بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، كل هذا ما اعتنوا به وهو المقصود. نعم. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته،
نعم، كأن يعبد نفسه له كعبد الرسول وعبد الحسين وعبد فلان. نعم، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، يقول للرسول أنا عبدك وأنا وأنا، يقول لعلي أنا عبده وللحسين وللزبير، يقر أنه عبد للمخلوق، نسأل الله العافية، ويسمي نفسه بذلك، عبد الرسول، عبد الحسين، نعم، عبد الأمير. نعم، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير. نعم، فقد أقر له بالربوبية، أقر للمخلوق بالربوبية، إذا سمى نفسه عبدا لفلان فقد أقر لفلان بالربوبية. نعم، وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية. نعم، ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا. نعم، مع تسمية نفسه عبدا له فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين. نعم، كلهم ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته، فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا السورة بهذا أم لا؟ نعم، هذا كله على قول رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعم، وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أنه قوله مالك يوم الدين. يكفي، نقف عند هذا. نعم، نقف عند هذا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم خير الجزاء، ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم يا شيخ، هذا سائل يقول: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تلوت عمل الشيطان، لكن يا شيخ يتردد في القرآن كثيرا لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فكيف الجمع بين حديث النبي عليه السلام وبين ورودها في القرآن؟ حفظكم الله وبارك فيكم. ليس المحذور من مجرد قول لو، المحذور من المقصود، المعنى المقصود بها، فإذا قصد بها التحسر على القدر وعدم الصبر هذا هو الملوم. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالذي يتخذ لو عند المصائب، لو أني فعلت، لو أني، هذا هو الملوم، عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر ويقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يقول لو في هذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فليس المقصود أن لو لا تقال أبدا، إنما لا تقال من باب الجزع والتسخط للقضاء والقدر، هذا هو المطلوب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ألاحظ في هذا الزمان الحاضر كثرة جمعيات الإعجاز العلمي في القرآن، فهل الإعجاز العلمي هذا له أصل في الشريعة؟ لكن كثير من بهذا، هذا العمل اجتهاد منهم، من هؤلاء الجمعيات، يريدون بذلك أن يبينوا عظمة القرآن وأنه سبق إلى أشياء اخترعها الناس في الوقت الحاضر وأدركوها، وأن القرآن نبه عليها من قبل، فهذا دليل على إعجاز القرآن. هذا بزعمهم،
ولكن القرآن لا يفسر بأقوال الناس والنظريات الحديثة، لا يفسر القرآن بذلك، لأن هذه النظريات تختلف، وربما يأتي نظريات تبطلها أو تكذبها، فلا تجعل تفسيرا للقرآن ولا تربط بالقرآن أبدا، لأنه لا يقال في القرآن ولا يفسر القرآن إلا بالوجوه الصحيحة التي ذكرها المفسرون، وهي تفسير القرآن بالقرآن أول شيء. ثانيا، إذا لم يوجد تفسير القرآن بالقرآن يفسر بالسنة، الحديث الصحيح، إذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة يفسر بأقوال الصحابة، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابة، فإذا لم يوجد في تفسير الصحابة يوجد في تفسير التابعين، لأنهم تلاميذ الصحابة، فإذا لم يوجد يؤخذ من اللغة العربية التي نزل بها القرآن، هذه وجوه التفسير. أما الإعجاز وأما هذه أمور لا يفسر بها القرآن، ولا يقال هذا مراد الله في هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في قوله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا، من هم الثلاثة الذين خلفوا وماذا تقول؟ الثلاثة الذين خلفوا، هذه في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك، غزوة تبوك، فيه ثلاثة من الصحابة تأخروا عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يلحقوا به، يريدون أن يلحقوا بهم به، ولكنهم تأخروا فتكاسلوا وطال تأخرهم، وفي الأخير بقوا في المدينة ولم يلحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع إيمانهم وصدقهم، وهم صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يخرجوا معه في الأول ويعزموا وتكاسلوا وبزعمهم سيلحقون به، فإنهم حصل لهم ما حصل، وهذا نتيجة التأخر وعدم المبادرة، عدم المبادرة والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم ندموا، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون واعتذروا، جاء هؤلاء الثلاثة وبيّنوا أنهم ليس لهم عذر، صدقوا مع الله وصدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم تأخروا من غير عذر، وعادوا باللوم على أنفسهم. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجل شأنهم ولم يعذرهم كما عذر المنافقين ووكلهم إلى نياتهم، هؤلاء أجلهم إلى أن نزل القرآن بتوبتهم في بعد 50 ليلة، وهم في أشد الحالة من الندم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر بهجرهم، وأن الناس لا يكلمونهم حتى تمت المدة ونزل القرآن بتوبة الله عليهم، فبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه قصة الذين خلفوا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد أن تذكر لنا أفضل التفاسير للقرآن الكريم الموجزة والمطولة. نعم، كتب التفسير مختصرة ومطولة، تفاسير كثيرة، منها مختصرة ومنها مطولة، ومنها تفاسير صحيحة ومنها تفاسير فيها نظر، تفاسير صحيحة كثيرة، لكن كل ما تقادم التفسير، كل ما تقادم فهو أحسن من تفسير المتأخرين، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه تفاسير قديمة وهي على غرار منهج السلف، فهي أوثق التفاسير
ومن جاء بعدهم ونحى نحوهم فإنه مثلهم، وأما من خالفهم فإنه يختلف عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن البدعة في الدين ليس لها شر محض بحجة أن من البدع ما يسمى البدع الإضافية؟ ما أدري وش يقول. أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن البدع في الدين ليس لها شر محض بحجة أن من البدع ما يسمى البدع الإضافية؟ ما أدري وش تقول. وضح الكلام يا أخي شوي شوي. ما واضح السؤال. عندهم الصوت مو جيد. لا هو يستعجل يسر. أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن البدع في الدين ليس كلها شر محض بحجة أن من البدع ما يسمى البدع الإضافية؟ ليست كلها شر محض. هذا كلام ما هو طيب ولا ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر البدع ويحذر منها، خصوصا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، حذر من البدع ولا أخبر أن فيها خير، أن فيها خيرا أبدا، أو يحذر منها. لكن المبتدعة يلتمسون الشبهات ويلصقون أيضا بالعلماء الثقات، يلصقون بهم الكذب لأجل أن يبرروا ما هم عليه، ويقولون هناك بدعة حسنة. هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وهؤلاء يقولون: لا، هناك بدعة حسنة ما هي ضلالة، فالبدع كلها شر ولا خير فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، أو سائل عن طريق الإنترنت، تقول: هل تقول: أنا امرأة أعمل جاهدة على مرضاة ربي قدر استطاعتي، وأجد نفسي يذنب الذنب وأستغفر عليه وأكرره وأستغفر وأكرره، فسبب لي ضيقا في نفسي وكرها لذاتي، ولقد دعوت الله أن يرحمني بترك المعاصي أبدا ما أحياني، وأخاف كل خوف من أن أموت على سوء الخاتمة بسبب الذنب، أرجو النصيحة. النصيحة: ترك الوسواس وعدم فتح الباب للشيطان في الوسوسة. عليك بالتوبة والعمل الصالح وحسن الظن بالله عز وجل، واترك الوسوسة واستعيذي من الشيطان ومن توهيماته، وأحسن الظن بالله واسأليه حسن الخاتمة. اسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، والله قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: كيف التعامل مع الزوجة إذا سرقت جواز السفر وتنكر ذلك مع العلم أنه ليس بالمتسوعة؟ أعيد. يقول: كيف التعامل مع الزوجة إذا سرقت جواز السفر وتنكر ذلك مع العلم أنه ليس بالبيت سواها؟ إيش يقول؟ سرقت جواز السفر. أنت وزوجك تخلصون، إذا كان بينكم مشكل تخلصون أنت وياها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وننتقل إلى أسئلة الحضور. هذا سائل أثابكم الله من فرنسا، يقول: هل يجوز أن يدفن المسلم في بلاد الكفار في زاوية خاصة للمسلمين غير منفصلة عن قبور الكفار، أم يجب أن يرسل إلى بلاد الإسلام؟ يجب على المسلمين الأقليات في بلاد الكفر أن يخصصوا لهم مقبرة للمسلمين، أن يخصصوا لهم مقبرة للمسلمين يدفنوا فيها موتاهم، ولا يدفن المسلم مع قبور المشركين، هذا لا يجوز أبدا. وإذا نقلوهم إلى بلاد المسلمين وتأمكن ذلك فلا بأس، لكن يجعل مقابر للمسلمين تختص بهم ويعملون لها
جدران وحواجز تمنع إهانتها. نعم. أحسن الله إليكم. هل صحيح أذابكم الله أن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد أفتى ببدعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة الثانية؟ لا أعلم هذا، ولا سمعت الشيخ يقول، ولا قرأته له. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من يقرأ أسماء الله الحسنى يوميا بركة وإرادة الحفظ؟ لم يرد هذا لم يرد أنها تقرأ يوميا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يرد تحديد يوم أو عدد منها. كل ما تيسر للإنسان فإنه يذكر الله بأسمائه وصفاته ويسأله بها. نعم. أثابكم الله. هل هناك فرق أو أفضلية لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه عند قبره تحديدا وقبر صاحبيه رضي الله عنهما؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها مكان، صلي عليه في أي مكان، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالمسلم في مشارق الأرض ومغاربها يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلامه وصلاته تبلغ الرسول، الله وكل بها من يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى الذهاب إلى قبره من أجل الصلاة والسلام عليه. أما السلام عليه فهذا يشرع للقادم إلى المدينة، القادم من سفر إلى المدينة، أول ما يصل ينبغي ويستحب له أن يصلي في المسجد النبوي ركعتين أو الفريضة إذا حضرت، ثم يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه وينصرف، هذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى في قوله صلى الله عليه وسلم أتجلس جلسة المغضوب عليهم يحمل على التحريم أم على الكراهة؟ يحمل على الكراهة، على كراهة التنزيه، لأنه من الآداب العامة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بني من مال حرام أو مسجد بناه رجلا عرف بعمله المحرم؟ المسجد الذي بني من المال الحرام لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في مسجد بني من مال حرام، لأن المسجد من بيوت الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تبنى المساجد إلا من المال الحلال الطيب. المشركون وهم مشركون في الجاهلية لما أرادوا بناء الكعبة ما بنوها إلا من مال حلال، ولما لم يفي المال الحلال ببنائها كلها بنوا بعضها وأقاموا دون القواعد الشامية لأن النفقة قصرت بهم. فإذا كان هذا في عمل المشركين أنهم تحرجوا من بناء الكعبة من مال حرام، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا المساجد من أموال حرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي سيارة فيها علامة صليب، فماذا أفعل؟ إذا قدرت أن تزيل الصليب أو أن تمسحه فافعل، إذا قدرت على هذا وتمكنت. نعم. أثابكم الله. يقول أيضا: الكبد الإبل ومرقها ينقض الوضوء؟ المرق لا ينقض الوضوء بالإجماع لأنه ليس لحما، أما الكبد ففيها خلاف، منهم من يراها من اللحم فتنقض، ومنهم من يراها من غير اللحم فلا تنقض، وهذا هو المذهب أنها ما تنقض لأنها عند الإطلاق لا تسمى لحما. ولو وصيت واحد يشري لك لحم وجاب لك كبد ما وفى بالوصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
هل يجوز أن يقول إنسان لآخر أحمدك يا فلان على عملك؟ أحمدك يقول أشكرك على ما فعلتم أحسن من قول أحمدك، أن الشكر أخص من الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يوجد جماعة تسمي نفسها جماعة الجرح والتعديل أو السلفيين، وشغلهم الشاغل البحث عن أغلاط المشايخ والدعاء، ثم يقومون بعد ذلك بتبديعهم والتحذير منهم الجرح والتعديل عند المحدثين، وهو من علم الإسناد، من علم الأسانيد. أما الكلام في الناس هذا ليس جرحا وتعديلا، هذا غيبة ونميمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوا هذا العمل، يزكوا أنفسهم أولا قبل أن يبحثوا عن عيوب الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا: إذا كان عند الإنسان أرض معدة للبيع وكان عليه دين، فهل يخصم قيمة الدين من قيمة الأرض ويزكي الباقي، أم يزكي قيمة الأرض كاملة دون النظر في مبلغ الدين؟ إذا حال الحول على الأرض التي نواها للبيع، أو حال الحول على قيمتها التي اشتراها بها للبيع، فإنه يزكيها، يثمنها ويزكيها بما تساوي، وإن كان باعها يزكي قيمتها، لأنها حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة، ولا يخصم الدين من ذلك، بل يزكيها لأنها وجبت فيها الزكاة أو في قيمتها فيزكيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة بعد انقضاء الفريضة رفع الصوت بالاستغفار والتهليل والتكبير؟ رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مشروع، وكان يعرف انصراف المصلين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف بسماع أصواتهم بالذكر، رفع الصوت بالذكر، لكن لا جماعة، لا جماعي، بل فرادي، كل يذكر الله بنفسه. أما الدعاء الذكر الجماعي فهذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود في الحديث ولا تنصرفوا قبل الإمام، وذلك في حديث عدم مسابقة الإمام في الركوع والسجود؟ المراد بالانصراف والله أعلم الانصراف إليهم بوجهه بعد السلام، يعني إذا سلم الإمام لا تستعجل وتقوم وتنصرف قبل أن ينصرف الإمام إلى الناس بوجهه، لأنه ربما يطرأ طاري، ربما تكون الصلاة ناقصة، ربما، فإذا انصرف وتوجه إلى الناس دل على أن انتهت الصلاة، ألا مانع أنك تنصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت مسافراً من منطقة إلى المنطقة التي أستقر فيها، وحضرت صلاة المغرب فأخرتها مع العشاء، ووصلت إلى المنطقة التي أستقر فيها وقت صلاة العشاء، ودخلت مع الإمام بعد أن فاتتني ركعة بنية المغرب، فلما سلم سلمت معه وصليت العشاء 4 ركعات، فهل فعلي هذا صحيح؟ صحيح إن شاء الله حسب نيتك، إنما الأعمال بالنيات، فأنت نويت أنها المغرب صليتها خلف الإمام اللي يصلي العشاء، فلك ما نويت، ولا زدت على المغرب، ما زدت ركعة رابعة، فلك ما نويت، صلاتك صحيحة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. تابعكم الله. يقول أيضا: ما حكم إقامة جماعتين بنيتين مختلفتين في مسجد وفي وقت واحد؟ لا يجوز تعدد الجماعة في المسجد في وقت واحد، هذا منهي عنه، لكن لو صلت الجماعة الأولى فمن جاء بعدهم له أن يقيم جماعة ثانية يصلونها، لأن هذا لم يقصد به التفريق بين الناس، وإنما فاتتهم صلاة الجماعة فأقاموا جماعة ثانية، فلا بأس بذلك. أما تعمد انقسام الناس جماعتين في مسجد واحد في آن واحد
هذا لا يجوز. أو تعمدهم إن صلاة جماعة تقدمون ويصلون ثم تجي الجماعة الثانية وتصلي بعدها عن اتفاق وعن قصد، هذا لا يجوز. إنما كما ذكرنا إذا كانوا كلهم حريصين على الصلاة جماعة واحدة لكن فاتت بعضهم الصلاة لا بأس أن يقيموا جماعة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقد فاتته الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. هذه إقامة جماعة ثانية لهذا المتخلف، وقد أمر بها، وقد الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها من يقوم معه. فهذا دليل على أنه إذا فاتت الجماعة الأولى فلا بأس من إقامة جماعة ثانية من غير قصد واتفاق من قبل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أخذت مشوارا بالسيارة ومن الركاب من ترك في سيارة كيسا فيه قوارير عطر، وذهبت إلى نفس الحي لكي أعطيهم ولم أجد أحدا، فما حكم هذه العطور؟ ماذا أفعل بها؟ إذا بحثت عن صاحبها واجتهدت في البحث عنه ولم تحصل عليه فإنك تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالي عن قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، قد وردت أحاديث كثيرة تحث على إخفاء العمل، وهل إذا تحدث الإنسان عن نفسه بشيء لا شيء عليه؟ وهل هناك شروط لهذا؟ الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكر الله عليها واذكرها بلسانك من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين ذلك وبين كان الإنسان يخفي عمله، هذا شيء آخر، هذا شكر على نعمة الله. أما عملك أنت الصالح فتخفيه عن الناس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل أودع ناقة عند شخص يقوم بإعداد النوق للسباق مقابل النصف من المال في حالة بيع الناقة، أما في حالة عدم تمكنها من السبق ترجع إلى صاحبها الأول، فما حكم ذلك؟ هذا يكتب سؤاله ويقدمه للإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. لدي إبل عددها 31 وهي مشبوكة حتى الصباح، ونتركها من الصباح حتى العصر للرعي إذا وجد شيء، وأصرف عليها طعاما لها بصفة شهرية، هل فيها زكاة؟ إذا كنت تعلفها غالب الحول، إذا كنت تعلفها غالب الحول فليس فيها زكاة. أما إذا كان الإعلاف قليل والغالب الرعي والسوم من الأرض ففيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية ومرتبط بعقود مع جهات خاصة. وفي بعض الأحيان تأتيني تعليمات من رؤسائي مخالفة لما ينص عليه العقد، ما حكم طاعة الرؤساء في هذا العمل؟ وإذا كان ذلك لا يغير بالعقد. ما أدري إيش يقول. لا يضر بالعقد. إيش يقول؟ يقول إنه موظف في إحدى الدوائر الحكومية ومرتبطين بعقود مع جهات خاصة، وفي بعض الأحيان تأتيني تعليمات من رؤسائنا تخالف ما ينص عليه العقد، ما حكم طاعة الرؤساء في هذا العمل؟ يجب طاعة الرؤساء في هذا العمل لأنك موظف وتستلم راتب على عملك، لا يجوز أن ترتبط بعمل آخر يخل بعملك الوظيفي، والنظام يمنع من هذا، إما أن تتفرغ للوظيفة وإما أن تترك الوظيفة وتذهب مع العمل الذي تريده، أما أنك تجمع بين هذا وهذا فهذا ما يصلح، يخل بالعمل ويخالف النظام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم.